ديجيتال مراكش، التجربة تحتاج لمزيد من دعم لأنها غير مألوفة عند المتلقي عندنا. ديجيتال مراكش مهرجان دولي للسينما الرقمية وفنون الفيديو أفلام التحريك، باختصار كل ما له علاقة بالتكنولوجيا الحديثة. المشروع بدأ قبل 6 أعوام، لكن الجديد هو أنه تم الانتقال الآن إلى تنظيم ورشات وتقديم دروس ومرافقة الراغبين في الاطلاع على ثقافة جديدة تكتسح تدريجيا. عبد العزيز الطالب مدير ديجيتال مراكش الذي تكون بألمانيا هو ضيف العدد بعد الترحيب. أعبر مباشرة للسؤال، التجربة بدأت قبل 6 أعوام، لماذا تأخر إذن انتشار فنون الميديا؟ صراحة بلال الله ما عندي شي جواب صريح، ولكن أنا غادي نعاود لك الهيستوريك ديال كيفاش بدا هادشي. حنا أنا ديجا فاش انطلقت من في مدينة أكادير فاش كنت كنقرا، بون كنت ديما باغي ندير السينما، كان هذا هو الهدف ديالي دونك، ولكن كانت الوسيلة الأقرب هي الفيديو. دونك تعرفت على لاغ فيديو، جي رياليزي دي فيديو اللي وصلوني شويه للانترناسيونال، سافرت بهم نمشي للفيستيفال هذا. ابخي هذوك لي ميم فيديو وما دخلهمش نقرا في واحد اكبر الاكاديميه ديال لي زارت ميديا في المانيا. بون انا عبد اللطيف صديق ديالي حتى هو قرا في الغايس اكاديمي الاكاديميه الملكي في امستردام، وقررنا باش هاد التجربه هادي نحاولوا نجيبوها للمغرب، لانه لاحظنا بانه الناس بزاف لي جون كيتسناو باش يديروا افلام، كيتسناو بزاف الدعم ديال اما سي سي ام ولا ورق، عارف ما كاينش بريفي اللي كياخذوا الانسياتيف باش يدعموا الافلام هذا. دونك ايوا الانسان ما يتسنى يقدر يحاول يكسب اومونتي بلي نوفيل تكنولوجي. الفكره بدات هكا، وسنا ديجيتال مراكش اللي هو واحد الفيستيفال اللي كيهتم اي السينما الرقميه في المفهوم ديالها الشامل، يعني السينما المفهوم ديالها الشامل ماشي الضيق، لا فيديو لا فيديو ديجيتال فيلم انديبوندون. اكزاكتلي ديجيتال فيلم، سينما انديبوندون، السينما اكسبيريمونتال 3D، الانيماسيون، يعني قاعد المجموعه ديال التعبيرات، ولكن في نطاق السينما الشامله. من بعد هاد السنوات هادي، واش كتشوف بانه كاين استقبال من الناس لهاد التجربه ديالكم اللي هي جديده على المغرب؟ واش كتشوف بانه راجع الصدى ايجابي، بمعنى انه الناس احتضنوا هاد التجربه هادي وبداو كيفهموها، او انه مازال شويه الوقت امامنا باش انه عاد يقدروا يستوعبوا باش يحتضنوا كيف ما قلت التجربه؟ الو كاين دو نيفو بالنسبه للجواب، بالنسبه للسؤال ديالك كاين دو نيفو. كاين هاد الفكره هادي احتضنوها الشباب، لانه حنا عارفين بانه الانترنت والوسائل التكنولوجيه الجديده سهلت لهم اموريه باش الشباب يتقبل هاد التجارب بحال هكا. وحنا كنشوفوا في يوتيوب كاين بزاف الشباب كيكسبيرمونتي يوميا. بالنسبه للشباب حنا عندنا واحد النجاح كبير. باكونت بالنسبه للمسؤولين اللي كيهتموا بالشان السينمائي بالمفهوم ديالو العام ولا بتشجيع تجارب ابداعيه، باقي هادشي شويه، باقي جو بونس خاصو الوقت. راك انت عارف بلا كتمشي دابا كتسافر في فيستيفال، اما الناس كتشوف بالنسبه للفيلم اللي كيتعرضوا هذا، ولكن مجموعه من التجارب مختلفه جدا. جو بونس راك فهمتي فريمون المشكل فين كاين. دونك حنا واخا دوزنا هاد السنين كلها بهذا المهرجان هذا وبهذه التجربه هذه، لاحظنا بانه ما كاينش ان بلاتفورم، كاينين تجارب ياك، ولكن خصنا ان بلاصون خصنا الكولتور نحاولوا نانصوبيو، ماشي نفورميو ولكن نعاونوا، غير نحاولوا نعاونوا ولا نجيبوا افكار ولا نشجعوا. حاولنا باش نخلقوا دي ماستر كلاس دي زاتولي من اللي كيهمنا هو البراتيك. بالنسبه للتجربه ديال احمد البوناني ونحن، كيفاش جات التجربه ديال الاهتمام بهذا السيد هذا اللي عطى الكثير للسينما المغربيه واللي ربما رحل قبل ما نردوا ليه شي شويه من داكشي اللي قدموا اللي هو كثير؟ الو اكزاكتو الو بوناني، انا مرحبا بحمد البوناني، تعرفت عليه اتخافي علي الصافي. علي الصافي كان هادي في 5 سنين ولا 6 سنين كان وراني دي ترافو، منهم ميموار 14 ديكور اللي هما ميموار 14 وسايس جوج، ولقيت بانه السيد كان ديجا افون غارديس ذاك الوقت، يعني في ديبي ديال لي 90. السيد كان تري افون غارديس في لابروش ديالو للسينما. السيد هذا اللي ما خداش حقه كما قلتي، وكان كان ممكن يكون واحد لوكوموتيف ديال واحد السينما مغربيه حقيقيه. التجربه ندعمها اعلاميا، فنون الميديا امامها مستقبل كبير، وليس هناك من خيار اخر غير التاقلم مع استخدامات التقنيات الحديثه المتوفره احيانا عند عامه الناس. بهاتف محمول بامكانك انت الذي تستمع الان ان تعد فيلما وتعرضه على انظار جمهور الانترنت. شكرا لكم على حسن المتابعه والاصغاء، الى اصدق الاسبوع المقبل.